مشاهدينا الكرام، السيسي يبرر استمرار مسلسل هدم المساجد بدعوى المصلحة، ويهاجم أيضا القنوات المعارضة له ولنظامه. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نتابع هذا الخبر من اليوم السابع. الخبر يقول السيسي عن المساجد المخالفة، اللي عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه. طيب كمان معنا خبر من شبكة رصد، هينزل الخبر دلوقتي اهو نشوفه مع بعض. السيسي هدنا المساجد للمصلحة والتنمية مش علشان كارهين. طيب تعالوا نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام المساجد التي هدمها عبد الفتاح السيسي من خلال الانفو داتا ده، نشوف مع بعض. مساجد هدمت لإنشاء محور المحمودية: مسجد نور الإسلام بكوس، مسجد التوحيد كرموز، مسجد عزبة سلام أبو سليمان، مسجد فجر الإسلام خرشد، مسجد أبو الإخلاص كرموز، عثمان بن عفان الزويدة، مسجد الحمد خرشد، مسجد العوايد الكبير في العوايد، مسجد الإخلاص غيط العنب، مسجد الصحابة كفر الدوار. دي يا جماعة المساجد التي هدمت، أو بعض من المساجد التي هدمت في عهد عبد الفتاح السيسي. وأصلا بيقول لك ما عندناش مساجد هدمت، أمال المساجد دي راحت فين؟ طيب خلينا نشوف بقى السيسي صوت وصورة وهو يبرر هدم المساجد بدعوى المصلحة، ويهاجم أيضا قنواتنا والقنوات التي تناهض الانقلاب العسكري. نتابع ثم نعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام، تابعوا معنا. أهل اسكندرية عرفوا وشافوا، بالإضافة أن المساجد دي اللي كانت موجودة على سبيل المثال، واللي القنوات الموسيقى اللي عايزة دايما تكلمكم كلام والله والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بس هم ما يعرفوهوش، والله ما يعرفوه، ويقول لك بيهدوا الجوامع بتاعت ربنا. شوف المصريين احنا، استغفر الله، يا رب تبقوا زينا، يا رب تبقوا زينا في ان انتوا تعملوا حساب ربنا. انتوا بتخربوا الشعوب وبتدمروها وبتدمروا الامم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا اللي احنا بنبني ونعمر؟ هو ده المنظر اللي كان موجود، اللي كنا بنتعاير بيه قبل كده؟ يقول لك شوف المصريين، شوف شكلهم عاملين ازاي، شوف فقرهم عاملين ازاي، شوف خيبتهم عامله ازاي. انا بكلمكم واحنا بنفتتح وسعدة. البحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترع. هو اللي عايز يبني حاجة لربنا يهادي ربنا ويعمل له بيت يسرق أرضه؟ دي سرقة. وبالرغم من كده إن شاء الله هنشيل وهنعمل مكان. طيب تعليق حياتك فضيلة الشيخ عصام على ما جاء في هذا الفيديو وتلك الأخبار التي عرضناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. يعني أولا كنت أريد أن يعني أدعو بأن يفك الله أسر الدكتور محمود عزت، اللهم أمين يا رب، الذي يعني ألقت عليه قوات الأمن المصري القبض عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه وكرب الجميع وأن يفك أسر الجميع. أمين يا رب، اللهم أمين. اللي هو بيقول لك يا ريت تعرف ربنا زينا، فهم عرفوا ربنا في واحد كبير في السن زي ده. المسألة المساجد التي يدعي السيسي أنها مخالفة وأنها على أرض مش عارف إيه، وإني يرد تعرف ربنا زينا. طيب هو السؤال، لماذا لا تجد الطرق والكباري اللي أنت بتعملها في طريقها إلى المساجد؟ أيوة. خلينا إحنا يا عمي ناس ما بنعرفش ربنا زي ما بتدعي، خلاص وإنت راجل زي الفل، وما فيش كره للمساجد ولا مجاملة للكنائس. وقبل كده الاستاذ محمد ناصر في برنامجه جاب طريق بيعترض، لما اعترض الكنيسه الطريق كانه اتقفل ولف من بعد الدير، دير مش كنيسه كمان. ايوه. طيب ما فيش ولا مره في السكه اتقابل الكنيسه ولا دير ولا اي حاجه. البحيره المحموديه دي مليانه، الطرق كلها مليانه ما بين الكنائس وما بين المساجد. يعني هي بس المسلمين اللي بيسرقوا وبيبنوا، وبعدين لما بيسرقوا بيبنوا جوامع. ايوه. يعني لما بيبنوا جوامع يقول لك 70 جامع على الطريق في حرم الترع سرقة. طيب ليه؟ ايه الداعي؟ ما انت عندك
حوالي 99.99% من مساجد مصر بناها الناس بأموالهم الخاصة، الدولة بنتش حاجة إلا القليل. إيه يعني اللي هف على دماغ الناس إن تسرق وتبني جامع مسروقة؟ ليه؟ مش عارف. ماشي طيب، وبعدين تعال يا عمي أيهما أسبق؟ ما أنت تشوف الجامع اللي بنى الأول ولا الترع اللي تشقب بعدين ولا إمتى؟ وبعدين على أساس أنك أنت بتشق الشرع فخلينا إن الجامع اللي بنى بعدين وبنيت الناس عرفوا إن ده حرم الترع فبنوه. طيب وكنت فين لما اتبنت على حرم الترع؟ وإذا اتبنت الأصل ما دام اتبنت على طريق مخالف بتهدم، سواء بقى هي أنت هتعمل طريق ولا لأ. طيب أنت إذن العلة هنا لأ مساجد، المسألة عندك مش هنقدر نقول والله أصل كره للإسلام وكره للمساجد قد ما هو. طيب لو اللي اعترضك في الطريق كنيسة هتعمل إيه في التصميم؟ هتغيره طبعا صح وهتعدله. اتنين، إنك يا ريت تعرفوا ربنا زينا. لا يا عم استغفر الله العظيم، هو ده بيدعي علينا؟ أنت كده بتدعي علينا. اه والله مش بتدعي لنا. يعني لما أقول لك إلهي تبقى زيي، أبقى زيك في إيه؟ وانت شايفني مبسوط بيك وفرحان بيك يا عم الهي، ما نبقى ربعك ولا زيك ولا نبقى حتى حاجه زيك خالص ولا طبعاً. نشبهك في حاجه طبعا. ده يعني ده مش بتدعي علينا، ده انت بتدعي علينا دعوه سوده. طب اتدمرنا اه يعني في ايه؟ نبقى زيك في ايه؟ نعرف ربنا زيك في ايه؟ تعرفه في ايه حضرتك؟ في الدماء؟ في الخيانه للامه والاسلام وقضيه فلسطين والقدس؟ في بيع الارض والعرض والصنافير؟ اه ها؟ يعني هو البنى على حتة أرض فيها حتة مخالفة حرم الترعة حرام، لكن تسليم جزيرتين ملك البلد ده مش حرام؟ ده مش حرام. أمي قالت لي ما تاخد بصش في إيد حاجة بتاعت غيرك. أيوه طيب، ونوعدكم اللي هنبني من إمتى؟ فكروني بجامعة هد بنى قده أيوه أو بنى زيه أو بنفس مكان مبني، ما حصلش. يوم ما بيتعوض جامع أقل وأصغر، وشوفنا ساعة الدائرة ما اتعمل في طريق وعدنا من عطيل البراجيل كان في جامع كبير اتهد، اتعمل جامع مكانه جامع ما يجيش قد الميضة بتاعة الجامع القديم. فمنين؟ الحداب ترميش كتاكيت. والأراضي واللي يبني على حاجة حرام مسروقة، طب وأراضي الأوقاف اللي العسكر سرقها أيوه دي زي الجامع بالظبط، حكمها يا حضرتك؟ فلل وأراضي وأماكن وأثار وغيره اتسرق، وده كانت أموال وقف. سرقها مين؟ سرقها ناس عادية وسرقها ناس عسكر. أيوه بس ظهرت السرقة أكتر بعد 52 حكم العسكر. فأنت جاي النهاردة عايز تعلم الناس الحلال والحرام وأنت أساس نظامك مبني على هذا الحرام؟ لا. فالدعاء طبعا إن لا وإحنا مش كر، إزاي مش كر؟ اثبت لنا ايه اللي مش ازاي مشكوره وانت كل هذه الاجراءات مع هذه المساجد وبدون منطق وبدون عقل وبدون وعي او دين ولا نظام. ما هو لو نظام على كل الاديان ماشي، الناس هتقولك والله يا جماعه نسبه وتناسب، بما ان احنا المساجد اكتر ف 10 جوامع وجي في النص ايه كنيسه. انما كان رساله ان اللي بيسرق اراضي ويبني جامع المسلمين بس، اما النصارى وغير الاديان واليهود وغيرهم الناس ملتزمه بيشتروا اراضي من حر مالهم ويبنوا على ارضها. تمام. طيب كلام طبعا ليس له أساس ولا سند، لا شرعي ولا عقلي ولا أي شيء يدخل في إطار العقل، إلا التبرير لكل ما يفعله فقط. ثم القنوات اللي بره ماشي يا عم، ما أنت عندك 100 قناة جوه بزيادة بتطبل وتزمر. بس هو يؤكد على أهمية وضرورة وتأثير القنوات التي تعمل في الخارج زي قناتنا، لأن احنا فعلا يعني عاملين له مشكله وعاملين له ازعاج، لان احنا الوحيدين دلوقتي اللي واقفين قدامه. شوف استاذ احمد، اي نظام استبدادي اكثر ما يزعجه الاصوات المعارضه التي تصل للناس. هو كان متخيل هيبقى عبد الناصر، عبد الناصر كان هو قناه واحده ايوه تلفزيون واحد بيفتحه هو ويقفله. دلوقتي لا، ثم سيطر على مدينه الانتاج الاعلامي وكل القنوات وكل المواقع والصحف والمجلات كل حاجة، كل ده مش مالعينه لا، بس المهم القناتين اللي بره اللي بيزعجوه وعاملين له صداع في دماغه بالنسبة له. وده يا جماعة يبين قيمة وأهمية الإعلام وقيمة صحيح الكلمة اللي ناس في وسطنا للأسف مصر على إن هي ما تهدش إلا فيه تهد فينا تهد فيه، وإنه
اعلام وقد الشرعيه. طب يا عم وانت بتاع دعم الشرعيه، الله يوفقك كملها، مش احنا وقد الشرعيه، خلينا بنقعد على جنب. احنا بتوع وقد الشرعيه والاستاذ يقول علينا كلمتين دول، مش عارف يعني. امال لو كنا يعني مش وقد الشرعيه كان قال عننا ايه؟ كان كفرنا. ايوه. طيب انا بشكرك يا شيخنا، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، السيسي يبرر استمرار مسلسل هدم المساجد بدعوى المصلحه، ويهاجم ايضا ما تبقى من مقاومه وهو القنوات الفضائيه التي تعمل بمن فيها لمواجهه هذا الانقلاب العسكري.